وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي حمود الرويس. سيد حمود، يعني كما علمت تعرض المواطن القطري حمد المري للاعتداء من قبل السلطات بعد عودته من موسم الحج، ألا ترى أن السلطات في الدوحة تعتمد على أسلوب الترهيب لتنفيذ سياستها الخاطئة؟ أهلا، حياكم الله ومساء الخير جميعا لكم في مملكة البحرين ولجميع مشاهديكم حول الأرض. موضوع الحج السنة هذه يمكن اختلف عن السنوات الماضية، أنه تدخل فيه السياسة القطرية. احنا الحمد لله في المملكة العربية السعودية الله أكرمنا بحج ناجح وبشهادة الجميع. في من بداية الأزمة حاولت الحكومة القطرية أن تستخدم هذا الملف، ملف الحج، كصراع سياسي فيما بينها وبين الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، ومنعت حجاجها من الوصول، وذلك بس لتجد لهم طريق للخطوط القطرية أنها تدخل لأجواء السعودية، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل. ثم جاءت مكرمة خادم الحرمين الشريفين لإخواننا في قطر أنهم يحجون من أي منفذ وبدون أي تصريح وبدون أي أوراق، حتى أنهم يصلون إلى المشاعر المقدسة ويدون حجهم. جاء 1500 حاج دخلوا المملكة العربية السعودية عشان يؤدون فريضة الحج، رغم إنكار السلطات في الدوحة أنه لها أي حجاج في السعودية. سيد حمود، هل جزاء بعد ظهور هل جزاء الحج أن يتم استقبال الحجاج بالضرب والإهانة وغيره، كما سمعنا وعرفنا عن الحاج المري؟ لا ابدا، لا يمكن. يعني ما هي التهمه الموجهه له؟ هل لانه ادى الركن الخامس من اركان الاسلام المفروضه عليه شرعا؟ المقطع اللي احنا شفناه مقطع يعني لا يرقى الى اي معامله ادميه في اي مكان. نعم، ان يهان رجل بهذه الطريقه وتهان اسم قبيلته. سيد حمود، هنالك محاولات يتكسبون. نعم، إذن هنالك محاولات لتسييس الحج، يعني قام النظام القطري بمحاولات باءت بالفشل لتسييس موسم الحج، وهو بذلك يمشي على نفس المنهاج الذي اتبعته فيما سبق إيران. نعم، هو في البداية أنكروا أن لهم أي حجاج في السعودية، وعندما ظهرت المقاطع لبعض الحجاج ومنهم حمد المري وهم يثنون على الجهود التي خصصت لهم من المملكة العربية السعودية من ضمن بقية الحجاج اللي جاءوا إلى المملكة العربية السعودية، تورطوا في هذا، ثم أعلنوا عن طريق وزير الخارجية أنهم يحملون المملكة العربية السعودية مسؤولية سلامة حجاجهم، والحمد لله رجع حجاجهم إلى مطار الأحساء. وثم طلع حمد المري هو نفسه في تصريح يثني فيه على الجهود، ثم انتقل من مطار الهفوف إلى منفذ سلوى تقريبا 190 كيلومتر، ثم استقبله ضباط المخابرات القطريين لينتج مثل هذا العمل السيء والإهانة التي حصلت له. نعم، من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي حمود الرويس، شكرا جزيلا لك.